اهلا وسهلا، كنتمنى كل منكم تكونوا لاباس عليكم بخير وعلى خير وفي اطيب الاحوال. كنرحب بكم معايا في لاشين ديالي مريم ماغي في حال دائما، وكنتمنى لكم كل منكم ليله قدر مباركه. كنتمنى ربي يحقق لنا كل بينا الحاجات اللي بغينا في هذه الليله المباركه، ويتقبل منا صالح الاعمال ديالنا في هذا الشهر رمضان. واليوم عاوتاني لا كوزين المطبخ، غادي نشارك معكم بعض لي غوسيت اللي غادي نعمل. وقبل ما غادي نشارك معكم هاد لي غوسيت هادو، بغيت غير الناس اللي عندهم نيدل في المطافين هما عايشين، بغيت نشارك معكم شي حاجه تجبرتهم تما عجبوني بزاف، بغيت نبارطاجيهم معكم. الى حداكم نيدل ما تفوتوهمش، خليكم معايا انا غنوريه لكم. دونك قبل ما نبدا بلي غوسيت كيف قلت، نبدا نوري لكم الحاجات اللي شريت من ليدل. اللي كيتاخروا من ليدل غيعرفوا بانه ليدل كل اسبوع كيجيبوا دي برودوي ديال بلد معينه. شي مرات كتكون غريكلاند، شي مرات غريكلاند، كنقول غريكلاند، انا تخربقوا عليا اللغات. غريكلاند بالسويديه كيقولوها الناس، لا غريس زعماك، لا غريس. مهم كاين شي مرات كيكون اسبوع ديال فرنسا، شي مرات كيكون اسبوع ديال اسبانيا، والواحد كيتشهى ديك الشيوات ديال ديك البلدان. دونك هذيك حاجه مزيان. اذا نبدا نوري لكم الحاجات اللي قلت لكم. اولا عندهم هاد الطوجنه بحال هكذا، هادو كيجي طاجين اسبانيولي معمول في طويجن صغيور، واجد كنعملوه غير في الفران، كيجيو لذيذين. حنا ديجا كليناهم، هما كارطونه. كانوا جوج الانواع، هو النوع الاولاني بالزيتون ومطيشه والفرماج والزيت بلديه والقامه اسبانيوليه، وهذا النوع الثاني اللي كان بالدجاج والزيتون ومطيشه والقامه اسبانيوليه، وثاني هما كيفاه تخرجوا من الفران. جاء واحده اخرى انه ملي كتسالي من النوم كيبقاو لك هاد الطويجنات بحال هكذا، اللي تقدر تستعملهم في الدار بحال هكذا. دابا انا هادو بقاو لي منهم شي 6 ولا شحال، غنقدر نعاود نستعملهم، نبقى نعمل فيهم ما عرف كريفيت بيلبيل، شي طويجن هكذا صغيور، يعني نبدا نحطهم في الطابله. المهم كيبقاو لي هادو. وعندهم طورتيات بحال هكذا، وحده هادي بالفلفل، وهادي بالزبينة، واجدين كتعملهم غير في المقله ولا في الفران. عندهم عاوتاني هاد لي فخوماج اسبانيوليين معروفين، بنانين مزيونين بزاف بزاف. عندهم شورو، انا الشورو كيحمقني، موجود صاوب كتقليه في الزيت وصافي. عندهم التورون بحال هكدا، فيه انواع هنايا. عندهم هاد ميزات بحال هكذا، طوستويه بالقامه كيتكالو مع دي سوب، ولا دي سوب كيجيو مزيونين معاهم، ولا اللي بغيتو. وكاين هذا الفلون كاراميل. المهم ما نطولش عليكم باش ما ديش الفيديو طويله بزاف، وندوزو لي غوسيت. الناس اللي عندهم ليدل في بلادهم كنصحكم تشيو هاد الشيوات، هادو مزيونين بزاف. ودابا غندوز لاول غوسيت اللي هي التاكوس، وهي سبيسياليتي مكسيكان. كتجي مزيونه، والمقادير ديالها هي كيف كتشوفوا معايا. غنحتاج فيها الكفته عملتها في مقله، دهنتها بالزبده وعملتها في مقله، وغنحتاج مطيشه، الخس، مايز، وغنحتاج هاد التورتيه ولا الخبيزه ديالهم اللي كتكون خاصه بهاد التاكوس، وغنحتاج فرماج غابي. ملي غنجي نطيب الكفته ديالي غنحتاج هاد اللقامه هادي اللي هي غبره فيها جميع التوابل اللي كيحتاجها الواحد في هاد النوع ديال الغوسيت. فيها الكمون، فيها التشيلي، فيها الثومه غبره، فيها الابزار، فيها الملاح، فيها البصله غبره، داكشي كامل اللي كيجي متناسق مع هاد الماكله ديال التاكوس. وملي غنسالي وغنعمل الحشوه ديالي وغنزيد عليها هاد الشيء هذا وغنعملها في هاد الخبز، غادي نزيد فوق منها هاد لي صوص هادو. هادي صوص فخوماج ناتشو تشيز، كتجي غزاله المذاق ديالها ديال الفخوماج. وهادي ديال لافوكا، حتى هي كتجي رائعه.
غنحط المقله ديالي في البوطه على مهل وغنبدا نقطع الكفته ديالي نفتتها باش تطيب. وغنخوي عليها دابا هاد القمه ديالي اللي هي موجوده، وباش ما تبقى ليش شي الكفته هكذا مكوره غنزيد عليها واحد شي شويه ديال الماء باش كتفتح، باش ما كتبقاش فحال هكذا مكوره، الماء كيفتت شي شويه. وهي وجدات، شوفوا واش كيبان هاد الخبيزه، ها هي بحال هكذا كيجيو خفيفين بزاف بزاف خفيفين. غنحطها هنايا وغناخد المقله ديالي اللي فيها الكفته ونص بحال هكذا عمرتها. ناخذ دابا فرماج غابي نحطو فوق منا. دابا غنسدها وغنعملها في الفران باش كتحمر شي شويه وديك الفرماج اللي في قلبها كيدوب. وباش غنسدها غنسدها بالباليو ولا بالكوردون وغنعملها تحمر بحال هاد الشكل هذا. ودابا غنعملهم في الفران كيف قلت مطيشة، وتنخرجوا مع بعض غادي نعمل مطيشة والخاص والمايس وديك الشيء اللي بغيت نعمل، لان الا عملتهم دابا وحشيتهم كاملين بهم في الفران ما كيبقاش ديك مطيشة مزيونه، والخاص كيلوى وكتفزق ديك مطيشة ما كيجيوش مزيانين. انا شعلت على الفران باش يسخن، انا خرجتهم من الفران غير حتى داب شي شويه ديك الفخوماج اللي لداخل وتحمروا، ما خليهمش بزاف حيت دغيا دغيا كيتحرقوا. دابا غنبدا نعمر الحشوه ديالي من الداخل. دابا غنبدا نعمر بهذيك مطيشه والخضره اللي كنت وجدتها واللي وريتها من قبل. ومهم الواحد كيعمر طبعا على حسب الذوق ديالو، شحال الحاجه كتعجبو يعمر منها بزاف. دابا ملي ساليت غادي نزيد في الاخر لاصوص افوكا غنزيدها في هذا، من بعد غنزيد اخرى ديال الفرماج اللي وريتكم قبيل في اخر. المهم غنوع شي شويه. هذه ديال الافوكا كتجي غزاله كتعجبني انا بزاف، يمكن المنظر ديالها ماشي مزيون بزاف ديك الخضوره، ولكن هي غزاله مصوبه بواحد القامه رائعه. يمكن نصوبوها في الدار، شفت شحال دي فيديو كيصايبوهم الناس في الدار. المهم انا هذه شريتها واجده وكتجي غزاله فريمون غزاله. اي فوالا، هو التاكوس ديالي واجد وفوق منه ضحكه من فوقي. هذا عمرته بصوص افوكا، والثاني غنعمره بصوص فخوماج. الضحكه هذه عملتها بصوص فخوماج هذه حتى الاخرين. المهم انا غنوع كل واحد شغل من فيه اللي غنعمل فيه، شي واحد يعمل فيهم فخوماج صوص فخوماج، شي واحد صوص افوكا. ودابا غندوز نعمل بيتزا. هاد لاباط هادي ديال البيتزا كنشريها موجوده، كيتباعوا في ليدل وحده كرتونه فيها ثلاثه ديال لاباط، كتكون واجده كيف كتشوفوا، فيها لاصوص طوماط، فيها القمه، فيها الفخوماج محكوك ديجا. دونك انا كنقبط وكنعمره وصافي. باش غنعمره بسلامي، وغنعمره بهاد الفخوماج هذا اللي هو فحال فخوماج دو شيفر فيه المذاق ديالو.
هنايا كتما فيتا اوست ديال لا غريس، سبيسياليتي ديال لا غريس، والزيتون كحل كتجي مزيونه هاد البيتزا هادي. بحال هكا الناس اللي كيكونوا خدامين ما عندهمش الوقت باش يجلسوا يصاوبوا لي باد البيتزا في الدار وديكشي، هادو كيكونوا مناسبين كتشريهم واجدين، كتعمر غير بداكشي اللي بغيتي، لانه الانسان ما كيكونش عنده، كاين اللي جالس في الدار عنده الوقت، اللي ما جالسش في الدار ما كيكونش عنده الوقت، دونك كتشريها واجده مزيانه. وهي وجدات كتجي مزيونه، جربوها، شكي الوحده اخر مختلف على داكشي دايما. وبالنسبه للسوبا غنعمل اليوم سوبا د الخضره، دغيا دغيا كتوجد سهله. المهم الخضره اللي عندي في الدار ملتفه في الطنجره هذه، غادي نعملها الدور ومن بعد غادي نطحنها. غنزيد معاها كنور دجاج وغنزيد معاها توابل، طبعا كتجي رائعه. اصلا الخضره مفيده وحتى المذاق ديالها كيجي مزيون، انا كتعجبني بزاف. كنحاول في رمضان نعملها سوفون، زعما اغلبيه كنحاول نعملها. بحال هكا كيجي اللون ديالها النهائي. والعصير اللي غنعمل اليوم ولا السمودي اللي غنعمل اليوم يكون تكون من لي فخوي روج، غير لي فخوي روج كيجي غزال، كيجي واحد اللون فيه احمر وكيجي مزيون، المذاق ديالو منتعش. كيكون مكون بحال هكا من دي فخيز، هنايا يعني عندي منقيين ومغسولين دي فخيز، دي فرامبواز، توت، هاد لي فخوي بحال هكذا صغيورين هادو، كيجي رائع. جربوه. كنخلطو مع شي شويه ديال لو جو دورونج باش يتطحن باش يدور هادشي هذا، وكيجي مزيون. انا نوريكم اللون ديالو في الاخر. وغنزيد عليهم كاس ديال جو دورونج باش نطحنو باش يدورو في الماكينه. وزيدت شي شويه السكر، ودابا ما بقى لي غير نقول لكم باي باي، والى الفيديو المجا ان شاء الله. واذا كان كيعجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تشاركوا في لاشين ديالي، تضغطوا على الزر تابوني وتعملوا لايك.